لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي المثير للجدل حول رفضه لاستخدام المغرب لملف القاصرين غير المصحوبين في أزمة الهجرة بسبتة المحتلة، نرحب بالأستاذة نجاة بوعبدلاوي الصحفية بالمركز الأوروبي للإعلام الحر والتي تنضم إلينا من باريس. سيدتي أهلا وسهلا بك. أثير نقاش حول المصطلحات المستخدمة في توصية البرلمان الأوروبي، هناك من يقول بأنه أدان المغرب وهناك من يقول بأنه عبر عن رفضه فقط، هل لك أن تشرحي لنا تحديدا هذه النقطة؟ أولا يجب أن نفهم أن إسبانيا ليست هي من لجأت إلى البرلمان الأوروبي، بل ما أطلق عليه حركة مشتركة من أجل حل بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقصر في أزمة الهجرة في سبتة. يعني مباشرة بعد صدور قرار نتاع البرلمان الأوروبي والقاضي بإصدار توصية استعمال القاصرين في الصراع الدائر بين المغرب وجاره الشمالي إسبانيا، حلل البعض وقال البعض أن هناك إدانة، في حين أن قال البعض أن يعني هي مجرد أمور يعني عادية ما فيهاش يعني كلام ليس فيه إدانة المغرب، بل يعني قرار لم يدين المغرب بقدر ما شرح بعض الأمور. التوصية هي متوفرة فقط باللغة الإنجليزية ويكفي فقط زمان مراجعتها، فهي لا تتضمن أي ألفاظ لا إدانة المغرب ولا نابية ولا أي، يعني كانت المتبدة استعملت فيها لغة ومصطلحات مهدبة وغير مهينة للمغرب ولا تشمل الإدانة. المشكل يكمن في كون العديد من الصحفيين ورواد فيسبوك انساقوا مع الأسف الشديد مع الحملة المغرضة التي سوقت لها بعد المنابر المعادية لمصالح المغرب ووحدته. طيب سياسيا، هل لهذا الرفض بصيغته الحالية أي ثقل سياسي؟ يعني هل له ثقل على الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين؟ الأمم المتحدة تدخلت في هذا الأمر لأنها تهتم بالأمور تاع الطفولة، تهتم بأمور الطفولة، لهذا لا يجب استعمال القاصرين، يعني تقول أنه لا يجب استعمال القاصرين في المشاكل يعني السياسية، يعني إدخالهم في المشاكل السياسية، غير أن المغرب برهن للعالم كامل بأنه لم يستعمل الأطفال القاصرين وأنه أرجعهم